شهد نائب العام المستشار حمادة الصوي إجراءات استرداد جداريتين أثريتين في قضية دولية لنهب وتهريب الآثار بالعاصمة الفرنسية. جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها نائب العام لفرنسا لبحث أوجه التعاون الدولي القضائي بين البلدين، خاصة في التحقيقات المشتركة التي يجريها حول سلسلة من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة الجنسيات تتطلع بنهب وتهريب الآثار المصرية وغيرها عبر مختلف البلاد.